لقي حارس أمن يعمل بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر مساء السبت الماضي مصرعه بطلق ناري بالرأس من قبل أحد الأشخاص. وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة 4:30 من مساء يوم السبت ورد بلاغ لشرطة محافظة الخبر عن تعرض أحد رجال الحراسات المدنية بالمستشفى التعليمي بإطلاق نار بالرأس من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجده بالاستقبال الخاص بالمستشفى أسفر عنه وفاته. وأضاف العقيد الرقيطي أنه باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجاني. شركات الحراسات الأمنية وضعف الإمكانيات سيناقشها الزميل عبد الله السالم في فقرة نوافذ. شكرا للزميل فارس القاضي وأهلا بكم في فقرة نوافذ. نفتح نافذتنا اليوم على الحراسات الأمنية ودورها في الحماية والتعامل مع الحالات الطارئة. فجريمة مساء السبت الماضي والتي راح ضحيتها أحد رجال الحراسات الأمنية بمستشفى الملك فهد التعليمي الجامعي بالخبر أعاد فتح ملف الحراسات الأمنية وكيفية تعاملهم مع الحالات الطارئة. فمفهوم الحراسات الأمنية المدنية الخاصة يعد مفهوما حديثا نسبيا في السعودية، فرغم أن أول ظهور لشركة أمنية خاصة كان في أواخر السبعينات الميلادية تقريبا، إلا أنها لم تكن بذات أهمية تذكر، وبدأ التوسع في نشاط الشركات الأمنية الخاصة في منتصف الثمانينيات حيث ظهر عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في ذلك، وكان دورها ومهامها غير معروفة لدى الكثير من الناس. ويشير الواقع كذلك إلى أنهم لا يتلقون في كثير من الحالات أي تدريب أو تأهيل يذكر قبل مباشرتهم لأعمالهم، فلا يحسن كثير منهم التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة. وربما السبب رغبة بعض الشركات في توفير التكاليف، وذلك يعد مخالفة صريحة للمادة السادسة من نظام الحراسات الأمنية ونصها تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخصة لها بالعمل في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة. مستشفى الملك فهد التعليمي بالخبر والذي وقع فيه حادثة القتل مساء السبت الماضي تكررت فيه الاعتداءات على العاملين في المستشفى على عدة أعوام دون أي تحرك أو حماية من قبل الحراسات الأمنية، فهل ننتظر وقوع جريمة أخرى ليتم إعادة النظر في الحراسات الأمنية وتدريبها وتأهيلها؟ للوقوف على هذا الموضوع معنا أحد العاملات في المستشفى الأخت نورة محمد، وهي قد تعرضت لمحاولة قتل أكثر من مرة دون تدخل الحراسات الأمنية في المستشفى. مساء الخير أستاذ محمد، أستاذ نورة، وأهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. الله يحييك أستاذ نورة. أنتم كموظفات في المستشفى هل تشعرون بأن تواجد الحراسات الأمنية في المبنى يشكل مصدر أمن لكم؟ طبعا تواجد الحراسات الأمنية يشكل مصدر أمن أكيد كبير لنا ويأثر على جودة العمل. كنا نحس أن في أحد ممكن يحمينا من أي شيء راح يصير، لأن تعرف المستشفيات يجيها زوار أو مرضى من جميع الفئات، من جميع المستويات الاجتماعية اقتصادية حتى ثقافية. يعني احنا ما نضمن ردة فعل الشخص القادم، ممكن يكون متأخر عقليا، يمكن يعاني من اضطراب نفسي، يمكن عنده ضغط ما او غير قادر على التحكم بسلوكه. فوجود الامن يساعد كثير على ان احنا نحس بالامان ونؤدي عملنا كما يجب. طيب استاذة نورة، انت تعرضت لمحاولة قتل اكثر من مرة، أين دور الحراسات الأمنية في ذلك؟ وهل قاموا بواجبهم تجاه ذاك الحادث؟ طبعا أنا تعرضت للأسف مرتين لمحاولة قتل. مرتين؟ المرة الأولى كانت المريضة اللي جتني أنا ما شفت إلا مرة واحدة فقط، وما كانت بيننا علاقة يعني تدعوها إلى أنها تحاول قتلي.
غير أنها كانت يعني بحكم معاناتها من بعض الاضطرابات كانت تبغي تقتل أي أحد قدامها على أساس ينفذ فيها حكم الإعدام. فكنت أنا الضحية يعني. دخلت علي العيادة طلعت سكين من حقيبة كبيرة صغيرة كانت عندها وقالت لي عذراً أنا أبغي أقتل. أنا يعني أنا ظنيت أنها راح تقتل نفسها فجيت أدافع معها يعني فوجهت السكين صوبي حاولت يعني دخلت المستشفى ومعها سلاح. لا وكان ما في أحد ما كان في أي رجل أمن يحيط بالمكان أبداً أبداً. بعد كذا لما زرت نحن نتكلم عن رجل أمن اللي هو رجل حراسات أمنية. نعم بالضبط تفضلي. أي لما زاد الصراخ مني استدعوا رجال الأمن وجوا للأسف ما أحد منهم دخل يعني اللي دخل ونقد الموقف هو أحد الزملاء. فتكرر منها مرة ثانية للأسف لأن طبعا المستشفى ما قامت بأي إجراء فتكرر منها نفس التصرف. المرة الثانية جت معاها مشرف تدور علي بالاسم للمرة الثانية. المرة الثانية فأنا تصرفت عندها وأنا اللي بلغت الشرطة وجو مسكوها الشرطة ونقلوها إلى مستشفى آخر. وللأسف بعد المستشفى ما اتخذت أي إجراء. أنا رحت مدير الأمن وطلبت وجود أمن يعني يحرسني عند مخرج العيادة. يعني في الحادث كامل يعني لم يكن لدور الحراسات الأمنية في ذلك الحادث كاملا يعني أبدا أبدا أبدا. ويعني حتى أهم للأسف يعني أنا يعني أتكلم من موقع عمل يعني ومن خلال خبرة حراس الأمن يعني من خلال أنا معرفتي فيهم غير مدربين على الدفاع حتى على أنفسهم فكيف الدفاع عن العاملين. طب أستاذ نورة يعني من المسؤول عن ضعف وإهمال الحراسات الأمنية خاصة في المستشفيات؟ طبعا الحراسات الأمنية في لهم مسؤول في إدارة يعني خاصة بالحراسات الأمنية ويعتقد موكلة لها هذه المهمة فهي المسؤولة عن اختيار حراس الأمن. وللأسف ترى يعني يجوا من بعضهم ترى متأخرين عقليا وبعضهم مرضى نفسيين وأنا شهدت على هذا الأشياء. فأنت كيف تطلب من مريض نفسي مع أن المرض النفسي ما يمنع يعني أن الإنسان يزاول عمله بشكل جيد لكن أنا بعد ما أضمن ردة فعل اللي ما راح تكون متوقعة فأنت كيف توظفه؟ أنت عارف أنه ممكن أنه عنده شيء ممكن يضر فيه الآخرين اضطراب معين أو سلوك معين يعني أنا إحنا ما نآمن يعني ما نحس بالأمان. طيب أخيرا أستاذة نورة بماذا تطالبون أنتم كعاملين في هذه المنشآت؟ احنا نطالب أن يكون حراس أمن مدربين تدريب كافي قادرين على الدفاع عنا. لازم يتم تفتيش المرضى الداخلين للعيادات بشكل يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ويحفظ أنفسنا يعني هذا أقل طلب ممكن نحن نطلبه. طيب شكرا جزيلا لك أستاذة نور محمد أحد العاملات في مستشفى التعليمي بالخبر. شكرا جزيلا لك. العفو أستاذ. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين ملف الحراسات الأمنية ملف كبير وواسع وإن شاء الله راح نتطرق له في حلقات قادمة. فقرة نوافذ انتهت إلى لقاء آخر إن شاء الله وننتقل للزميلة يمان بوكلي حسن.